نخش على اللي بعده عشان ايه نكسب وقتنا. مقادير الشيش برك على الشاشه. شيش برك باللبن ازاي نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. معانا لبن زبادي حلو، ومعانا كمان عجينه عباره عن كوب من الدقيق بياخد رشه ملح صغيره. نخليهم كده مع بعض حبايبي اهو. مقادير الشيش برك يا شباب، يا شباب افندم اهو. لحمه مفرومه، العجينه كوبايتين من الدقيق بياخدوا رشه ملح وميه دافيه بنعجن العجينه. معانا اللبن الزبادي، معانا بنفك اللبن ده بتجيب 10 علب 8 علب ايا كان حسب عدد افراد الاسره، واللبن الزبادي جاهز معانا. معلقتين دبس الرمان، بصلايه ناعمه، شويه بقدونس حلوين، فص توب، وكزبره خضراء للبن، وكزبره خضراء للبن موجوده مفرومه معانا. هي دي مقادير الاكله من الاخر كلها. العجينه بتتعجن وبتسيبها على جنب تتخمر. هبدا افرد العجينه مع حضراتكم كده ونشتغل فيها واحده واحده كده علشان الاكله دي حساسه شويه. الفاهيتا بتستوي على النار، انا عايزك لما تقف في المطبخ بنفس الطريقه، فاهيتا على النار وبتشتغل في شغل تاني. هنفرد العجينه مع بعض واحنا شغالين. نجيب نشابه، اكله الشيش برك دي بقى ايه لما حد بيعملها بتبين علامات كتيره ان ست البيت او الشيف ده شاطر. اولهم ان العجينه ما تفكش لما نيجي نسويها في الفرن ونلفها بالطريقه المعروفه، عشان لما نقعد على السفره اللي ياكل منها يقول لك ده شيش برك. ايه علامات الاكله؟ انا مثلا الفاهيتا هقدمها دلوقتي، الطبيعي اول ما اشوفها اقول دي فاهيتا، لان لازم تاخد شكل الفاهيتا بالوان الفلفل بالتركيبه اللي هعملها بالشكل ده، مهم جدا. كذلك اكل الشيش برك، اللفه نفسها بتاعه العجينه لازم يتقال عليها شيش برك. العجينه بنفرتها رقيقه جدا، مش عايزها سميكه. اريح العجينه، اريح العجينه يعني ايه كده. تاني عشان ما تبقاش تخينه معايا، ما بقاش باكل عجين وخلاص. زي الفل كده، اشيل دي من هنا. حلو، بتجيب القطاعات عندنا، نختار ايه؟ البعض بيستخدمها بالقطاعه الصغيره ديت، والبعض بيستخدمها بديت، اما دي لا، دي بتاعه فطاير. بالشكل ده كده. نعمل لنا بقى 50 60 70 80 واحده شيش برك باللبن، يعني لبن زبادي. طبعا ده بيتعمل بلبن الجميد، ده معروف طبعا في الاردن وفلسطين وفي لبنان، احنا بنعمله باللبن الزبادي العادي. ناخد العجينه دي نشيلها على جنب علشان ممكن نستخدمها استخدامات اخرى. عندي حته اللحمه المفرومه اهي، هتبلها وانا شغال كده بمعلقه دبس الرمان. هعمل واحدة واتنين بس مع حضراتكم كده شيش برك، علشان دي مهمة جدا، وسيبوني بقى أعيش مع حشوة الشيش برك. حلو الكلام؟ سريعا كده. اللحمة دي هتتبل بيها يا شيف، معلقة دبس الرمان، فص توم صغير، ونقلبها كده. حلو، شوية ملح، شوية فلفل. خدت اللحمة لون، خدت طعم، اللي هي جوه الشيش برك. وانا شغال. تفاصيل بقى ازاي، واحده واحده كده معايا. سريعا. ناخد العجينه دي كده. واخد حته اللحمه الصغيره بسن الشوكه كده والمعلقه. عيني. اهي واقفل عليها كده. شفت الجو ده كده. والفها كده. نعمل واحده واتنين مع بعض. عيني. حاضر. زي الفل. يلا اهي، اللهم صل على النبي. ازاي نعمل الشيش برك يا شيف مغازي، علشان لو عازمين حد من لبنان من سوريا، الشوام حبايبنا رمضان بيحب العزايم، وكمان حبايبنا اللي بيتابعونا في دول الشام كلها. الشيش برك، ودي اكله مشهوره كمان في الدول العربيه على فكره. بنفس الطريقه. تاني. العجينة بعملها كده زي الفل. واحدة كمان اهي، واقفل العجينة كده اهي.
القفله دي مهمه جدا عشان اللحمه ما تطلعش بره، ولما تنزل في اللبن الحشوه ما تطلعش في اللبن، دي مهمه جدا. اقفلها كده عيني. حاضر اهو هي واحده اهو، واقفلها كده. خلاص قربت اخلص، لان عايز اعمل شويه كتير، لان الاكله دي كمان ممكن تقعد لبكره تاكليها على فكره. اهي شيش برك، لحمه تبلتها بدبس الرمان، وفص ثوم ناعم صغير كده ما يبانش في قلب اللحمه، تاخد طعم يعني. ممكن تحط اللحمه على فكره زي ما هي. جالي سؤال دلوقتي من الكنترول بيقول لك يا شيف مغاز نقدر نحط اللحمه دي مع الصاجه؟ لا، لازم اللحمه تكون نيه، ما ينفعش اللحمه تكون مستويه، اللحمه تكون نيه. بالشكل ده كده. اخر اتنين مع بعض. هيستوي ازاي ده يا شيف بقى؟ زي ما هي كده، لان العجينه بتاعتي داخلها معلقتين زيت وبدون خميره على فكره. العجينه بتاعت الشيش برك لازم لما تيجي تعمليها بدون خميره، وهنسويه في الفرن دلوقتي نشمعه. يعني ايه نشمعه؟ يعني ما تسيبيش، ما تستنيش عليه لغايه لما تاخد لون بالشكل ده كده. ده الشيش برك، هندخلها الفرن مع حضراتكم سريعا. اللهم صل على النبي، في قلب الفرن، درجه الحراره عاليه. تمام، يبقى انا معايا الشيش برك في قلب الفرن، ومعايا كمان الفاهيتا في الفرن. انا عايزك ازاي تنظمي وقتك وتكسبي وقتك، ده مهم جدا على فكره، علشان تقدري تطلعي الفطار في وقت واحد وفي درجة حرارة 180. نيجي للبن، أخبار اللبن إيه؟ تعالي بقى للبن ده، عايز كده اللي هو في وقفة فيه. الكزبرة الخضراء معانا، التوم معانا، وتعالوا نشوف هنشتغل برضه. تقفي جنبه ما تعمليش أي حاجة غيره هو بس. هنعمله بالسمنة. ممكن نعمله بزيت زيتون؟ لا، معلقة سمنة حلوة كده محترمة من التلاجة اللي جاية مع حماتك. الحما ما بتخشش فاضية، شوية سمنة حلوين، شوية فطير، الحاجات الحلوة دي تشيلها في التلاجة. والله يا حماتي انا عامله لك النهارده طبخه الشيف البغاز عملها من الشام بالسمنه البلد اللي انت جبتيها، يعني فيها ايه بركتك. ادي التوم. عينيا عينيا. زي الفل. مخرجنا حبيبي وحبيب والديك. شفت الجو ده كده؟ التحميله دي مطلوبه. اوعى تستنى على التومه لما تاخد لون، دي مصيبه، خلي بالك. اوعى تستنى، استنى بس تاخد لون كده برونز شويه. اتفضلي. شيش برك معايا، اللهم صل على النبي. بص عليه كده بصه، شيش برك، ايه الجمال والحلاوه دي كده على مغرف السبوسه بتاعتي. نكمل طبخه اللبن. كزبره خضراء، تومه، معلقه دبس الرمان، البهارات بتاعتنا شويه ملح، شويه فلفل، كمون وكزبره. لا خلي بالك، ونقلب دول كده. عندنا اللبن اخباره ايه؟ شفت الجو ده كده؟ ونرفع كده ونحط دي كده على النار، وننزل بكل الطاسه تاني كده. ده الشغل. شفت بقى دي الطبخه بقى، ادعي لي بقى لما تاكلي من الاكله دي. يا ويلي يا ويلي. الف هنا وشفا للي ياكل. فين الشيش برك مكانه هنا؟ هينزل على اللبن ده كده. بس خلاص ناخد الشيش برك بتاعنا حلو ده كده. بص عصافير يا باشا، اهي اهي في قلب الشيش برك. تاني. كده. ايوه. بيتبخ. شفتوا الاكله دي؟ يلا 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 يلا، جيب لي هو. يلا حلو زي الفل، ونقلب غلوه يعني. بص يشم بس النار شويه بس، خلاص خلص الاكله بتاعتي. الاكله دي هتدعي لي، دي عدلها رز بشعريه. دي حاجة وده حاجة خالص. مخرجنا الجميل سأل سؤال حلو قوي، بوجه له تحية كبيرة. قال لي إيه الفرق بينها وبين الكشك؟ ده حاجة وده حاجة يا شفيق خالص، بس أنا حبيت السادة المشاهدين يعرفوا نظرتك للمطبخ. حلو؟ نغرف مع بعض الإيه؟ كشك ده كشك السعيد، عملناه من يومين. الله على الأكلة دي، الله على الأكلة دي. يلا يلا، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. شيش برك في قلب اللبن. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي. تمام. الجرنش بتاعنا او البرزنتيشن بتاعنا، حاجه لطيفه كده واحنا شغالين. ممكن نعناع يابس، نعناع ناشف، زي ما انت حابه. الف هنا وشفا للي ياكل منها.